تحظى مملكة البحرين بمكانة عالمية في مجال التعايش ونشر السلام، وتشهد لها العديد من التقارير الدولية المتعلقة بالجانب الإنساني وتعزيز ثقافة السلام وحقوق الإنسان. وتأتي هذه الإنجازات ثمرة للجهود الكبيرة التي خطها ورعاها صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر حفظه الله. ونظرا لإسهامات سموه الجليلة وتقديرا لمواقفه الدولية الداعية للسلام والتعايش والتعددية، تسلم سموه العديد من الجوائز المتعلقة بهذا الجانب. ينظر العالم للبحرين على أنها نموذج في التعايش والتسامح، فقد جبلت على الترحاب وقبول الآخر، وظلت يدها ممدودة بالخير والإحسان للبعيد والقريب. وإذا ما نظرنا بشمولية على ما تبوأته البحرين من مكانة عالمية في التعايش وترسيخ قيم الإنسانية، يتجلى لنا من ارتبط اسمه بقيم السلام والتعايش، صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة، اسم يهز بوقعه أشجار تلك القيم النبيلة فيسقط ثمرها بأشكاله المختلفة وعلى هيئة مبادرات نجحت مآلاتها في إرساء قيم الإنسانية النبيلة. طوال عقود مضت اتخذ سموه السلام والتسامح منهاجا في دعم أواصر التنمية، وعلى هذا الأساس اعتلى اسم البحرين أعلى درجات نشر السلام، وأضحت منبرا للعالم أجمع في بث رسائل التسامح والمحبة ونبذ الكراهية. وتقديرا لجهود سموه رعاه الله، كرمته المحافل الدولية واحتفت بسموه وبإنجازاته المتوالية على المستوى الإنساني، وقلد سموه بالعديد من الأوسمة والجوائز. ومن أبرز تلك الجوائز تسلم سموه جائزة شعلة السلام في مارس عام 2016 كأول رئيس وزراء عربي، تمنحه جمعية تعزيز السلام هذه الجائزة تكريما لسموه كشخصية لها دور بارز في مجال العمل الإنساني ودعم السلام. كما تسلم سموه درع التسامح ووثيقة ثقافة السلام العالمية من الاتحاد العالمي للسلام والمحبة في فبراير العام الماضي، تقديرا لدور سموه في نشر ثقافة السلام عالميا. إسهامات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء انعكست نتائجها بشكل لافت على إحراز البحرين تقدما ملحوظا على صعيد التعايش، وتشهد لها العديد من التقارير الدولية التي احتلت بها البحرين مكانة متقدمة، وما كانت تحرز هذا التقدم عالميا لولا رؤية سموه الداعية للسلام والمحبة والإخاء. بسام البدوي لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.